بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اصحابي؟ معاكم مطبخ دهب، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده وفي احسن حال ان شاء الله. يا ريت لو كنت اول مره تشوف القناه اضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنسويه، واي اراء واي كومنتات اصحابي هننتظرها تحت الفيديو. بس ما انتم شايفين طبعا المدارس بدات وفي ناس خلاص، يعني يمكن يوم الاحد بتدخل المدارس ان شاء الله. طبعا بتكسر عدوى للاسف حشرات الراس اللي هي الامل والسيبان. النهارده جايبه لكم وصفتين هتقضي عليها من اول استخدام باذن الله، بس اهم حاجه تتبعوا الخطوات. الوصفه الاولى اصحابي عندي مثل ما انتم شايفين هذا جلوفز اويل، هذا زيت القرنفل. اوكي، هناخد حوالي 3 معالق زيت قرنفل وهنضيفهم على فازلين اللي بنستخدمه عادي او اي كريم للشعر، يا كريم شعر او فازلين، على 3 معالق. لو الشعر قصير هيبقى 3 معالق، لو الشعر كبير هيبقى 4 معالق زيت قرنفل. هتفركيهم، هتدمجيهم اول مع الفازلين او مع كريم الشعر، وبعدين هتدهني فروه الراس بهذا الخليط الزيت والكريم، وتربطي بكيس نايلون او ببلاستيك اقل حاجة ساعة، عشان زيت القرنفل ريحته قوية فده هيخنق حيوانات الرأس هذه او حشرات الرأس على طول هتموت. وبعد ما الساعة تفك البلاستيك من على الشعر وبمشاط ناعم، وتبدأي بقى تمشطي الشعر كامل من فوق لتحت، هتلاقي كل الحشرات ميتة ونازلة تماما. طيب وطبعا زيت القرنفل متوفر ورخيص جدا، مش غالي يعني، رخيص جدا، موجود في الصيدليات، موجود عند العطار، موجود في السوبر ماركت. طيب الوصفه الثانيه هناخد اي معجون اسنان، بس اللي هو بيكون ايه، في ريحه النعناع، ريحه المنثول، اللي هي الحاجات القويه او اللي هي ريحتها منعنعه قوي هذه. هناخد اي معجون اسنان واي لون مش هتفرق، وهناخد خل ابيض. خل ابيض هناخد حوالي 4 معالق معجون الاسنان زائد 1/4 كوب خل، وهندوب معجون الاسنان مع الخل الابيض، وهندهن بيها فروه الراس تماما، وبرده هنربط الشعر لمده ساعه. بعد الساعه هنمشط بمشاط، يعني هدول الوصفتين تحفه، بيقتلوا حشرات الراس تماما وبيقضوا عليها من اول استخدام، يعني من اول استخدام على طول بيقضي عليها تماما، لا بتحصلي امل ولا بتحصلي سيبان. وانتوا عارفين ان هي هذه المشكله، حشرات الراس هذه تيجي عن طريق العدوى في الاولاد في المدارس. فان شاء الله يا رب الوصفتين يكون عجبكم، كل واحد حسب المتوفر عندكم. عطينا وصفتين عشان كل واحد يسوي المتاح، قلنا معجون الاسنان زائد الخل الابيض، وبقى طبعا بعدها بقى بعد ما بتمشطي الشعر بالمشاط الناعم خلاص بتدخلي بقى تغسلي بالماي والشامبو والبلسم بعدها للولد او بالصابون، كل واحد بقى حسب ما بيحب يستخدم، يا اما معجون الاسنان مع الخل الابيض او زيت القرنفل مع اي كريم او الفازلين. وكلا الوصفتين نخليهم ساعه ونربطها بكيس محكم، وبعد الساعه نمشط الشعر، هتلاقي كل الحشرات نازله ميته، هتتخنق من الريحه وتموت. وبعدها هندخل نغسل شعرنا بالماي والشامبو عادي جدا. ويا رب الوصفه تكون عجبتكم، ما تنسوناش الشير واللايك للفيديو. كان معاكم مطبخ دهب، واشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.